معرض السنة دي هايل طبعا، الحجم أكبر كتير من السنين اللي قبل كده. شركات كلها مهتمية إن هي تعرض أحدث المنتجات عندها، في اتجاه كبير جدا للانتقال الرقمي أو التحول الرقمي في كل المجالات. السنة دي في حلول كتير قوي ليها علاقة بالمدن الذكية والمباني الذكية أكتر. إحنا في شنايدر إلكتريك في توجه عام طبعا ناحية السمارت سيتيز أو المدن الذكية، فالسنة دي مش بنعرض المنتجات بتاعتنا التقليدية اللي هي ليها علاقة بإدارة الطاقة والتحكم الآلي، بس احنا بنعرض النهاردة أو في المعرض السنة دي كل أنواع البرامج والأبليكيشنز اللي ليها علاقة بالمدن الذكية.